صباح الخير شباب، وأهلا وسهلا فيكم لهالفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية. بهذا الفيديو أصدقائي رح نتحدث عن رسالة ظهرت قدامنا أثناء تثبيت ويندوز 10. أنا قمت بحرق الويندوز 10 على فلاش عن طريق برنامج الرافوس، وأثناء تثبيت هالويندوز على أحد اللابتوبات ظهرت قدامي هي الرسالة اللي مكتوب فيها Error BIOS Legacy Boot of UEFI Only Media. ظهرت قدامي هي الرسالة، شو طريقة حل هالرسالة؟ خليكم معي لنهاية هذا الفيديو. بس قبل ما نبلش الفيديو يا شباب، بتمنى منكم تسجيل إعجاب فيه لحتى يزيد انتشاره. إذا كنتوا عم تشوفونا أول مرة، يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. إذا كان عندكم أي أسئلة عن طرق تثبيت الويندوز أو مشاكل تثبيت الويندوز، اتركوا لنا إياها بالتعليقات أسفل الفيديو. إذا شباب، مثل ما ذكرت ببداية الفيديو، أنا عم بثبت الويندوز ظهرت عندي هي الرسالة، ومثل ما ذكرت لكم أنه أنا حارق الويندوز على برنامج الرافوس بطريقة معينة. هلأ رح أذكرها ورح أرجيكم إياها على شاشة الكمبيوتر الثاني. طبعا هون الرسالة شو عم تقول؟ باختصار وبترجمة سريعة جدا، أنه هي اللوحة اللي عندك ما بتدعم نظام الـ UEFI، تمام؟ ما بتدعم نظام الـ UEFI، لذلك ظهرت عندي هي الرسالة وأنت حارق الويندوز على الفلاشة بطريقة معينة. طيب أنا شو بدي ساوي بهي الحالة لحتى أقدر ثبت ويندوز عن طريق هالفلاشة اللي مركبة عندي على الجهاز؟ الطريقة بسيطة جدا، برجع لبرنامج الرافوس وبرجع بوصل الفلاشة عندي على جهاز الكمبيوتر اللي بين إيدي. مثل ما لكم شايفين شباب، هذا برنامج الرافوس اللي عندي هون على الجهاز واللي عن طريقه حرقت الويندوز على الفلاشة. طبعا منلاحظ انه هذا هو الويندوز 10 اللي بين ايدي وانا اخترته واخترت الايزو تبعه. طيب منلاحظ يا شباب في عندي ملاحظة مهمة جدا، انه مخطط التقسيم جي بي تي، وهو هذا بيجي الديفولت عادة لما بدي احرق ويندوز 10. انا شو بساوي؟ بس بقلبها لام بي ار، ومنلاحظ انه النظام المستهدف بيصير بيوس او يو اي اف اي. ملاحظين شباب؟ يعني صارت الاثنين سوا بآنين واحد. بعد ما بخلص يا شباب، وطبعا هون نظام الملفات بتركه مثل ما هو، ما عندي اي تعديل فيه، وبقول له ابدا وبلش بحرق الفلاشه، وهلا رح شوف رح يتثبت معي الويندوز ولا لا. وبعد ما قمنا بحرق نظام التشغيل الويندوز 10 على الفلاشة بنظام أو بمخطط التقسيم MBR، هلأ رجعنا الفلاشة على اللابتوب ورح نأقلع عن طريقها ونثبت الويندوز، وهي منقول له USB Storage Device. منلاحظ يا شباب أنه أقلع التثبيت الخاص بالويندوز، وهلأ رح بلش تثبيت فيه. إذا مثل ما شفتوا بهي الطريقة حلينا هالرسالة الخطأ اللي ظهرت ببداية تثبيت الويندوز. شكرا لمتابعتكم أصدقائي، وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة التقنية عربية.